أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في المنتخب السعودي. تابع المقطع الأخير وسوي لايك ويلا نبدأ. عندنا في المركز العاشر سعيد العويران سجل 24 هدف، وفي المركز التاسع إبراهيم سويد سجل 24 هدف، وفي المركز الثامن فهد المهلل سجل 26 هدف، في المركز السابع خالد مسعد 27 هدف، في المركز السادس محمد السهلاوي 28 هدف، في المركز الخامس طلال المشعل 32 هدف، في المركز الرابع عبيد الدوسري 41 هدف، وفي المركز الثالث ياسر القحطاني 42 هدف، وفي المركز الثاني سامي الجابر 46 هدف، وفي المركز الأول ماجد عبد الله سجل 72 هدف.